التو ولا غيره روح ولا بده طرق طعام باقي زايدين على قدام. انا لقارني نادي اختي شو مدخلها، يعرفوا اللي ما عندها حتى علاقه بالنشاط نتاعنا. باش يضغطوا عليك اساليب مسخه ما عادش نستغرب حتى شيء. ما نكذبش عليك خايف. عندك الحق تخاف، كان جاي احترموا القانون، راهم خايفين منا احنا. هذو من ناس بانديه ما عاد يوقفهم حتى شيء. على كل حال انا غدوه صباحا خرج تنديد على اللي صار عليكم. ليه بربي ليه، ما نحبش الحكايه تزيد تكبر وبابا يسمع ويعمل حاله. شفتوا ماما متاكدين من الهدايا هذاك؟ علاش حكوا لك على المعتمد نتاعكم باش يحطوا لك في مخك اللي في كل وقت تنجم الحكايه توصل لبوك. بنات المعارضه يتعاملوا معهم كل بنفس الطريقه، يستعملوا عائلاتهم باش ياثروا عليهم. شو نجم نعمل؟ تقعد في الكليه نتاعك وتحاول تقدم في الاطروحه وبعد يعمل دليل والكلوك اللي نحضروا له مازال بعيد. ماذا بيه ما عاد جينا هنا وليو نتقابلوا في البيرو نتاعي في الكليه. سامحني كان جيت كليونت عندك كيفاش نعمل؟ والسيده اللي لوطه شنو هي خدمته؟ يعرف اللي يطلع العماره الكل واحد واحد لشكون طالعين وعلاش طالعين، حتى الحرفيه اللي جيوني يتصلوا بها يندموهم عليا ياثروا عليهم باش يجبدوا القضايا نتاعهم ويقولوا لهم اللي المحاكم مستحيل تحكم لفائدتهم مادام انا ندافع عليهم. السلام عمتي. يسلمك. خارجة؟ نمشي نعمل قهوة. اقعد اتعشى وبعد اخرج. هاو قريب يحضر العشاء. ما عنيش تو. عيش ولدي. ايش فيك؟ زعما يبطى سيدي خويا وبرا راهو بتاع هك قاعد حذانا. اقعد اتعشى بحذي. بالله يا مرايه خويا برحمه بيك قول معايا كلمه خير. راهي ما تفهم المراه كان المراه. انا نقول وهو ربي يهديه. ماك تعرف اخوك يتسكر. هاي هاي معي تفقدوا العشاء. هاي هيا تنقل له. السلام عليكم. مسيك بالخير. التوا كهو عبد الله غالب مولا القضية عطلني برشا، من عملت لك تليفون وفهمتك الحكاية. اي المهم وصلتها لبلاصتها؟ بالطبيعة. اي قل لي مازلت تحب حاجة؟ حق، باش تمشي للريستورون الليلة؟ بالطبيعة، نعمل تنقيزة للبرتمان، دوش نحضر روحي ونمشي الغادي. مالا تعدى العماد بن سالم، خذ من عنده الباسبورات، وهزم غدوة صباح لسيرين خليها تريق الأمور وتحضر الكونتراتوات. ومن بعد تتعدى لها تهزم للسيد نتاع العادة. أما كل مرة هذه يزرب روحه شوية. الله يبارك. هاي ليلتك زينة. ليلتك زينة. عربي خويا يا اخي توا ماكش باش تعطيني مشروع؟ مشروع بالحق. خليني يا كمال فان جورني وراسي باش يتكسر. باش ترجع التكتيك تكتيك العادة متاع مشروع وبرنامج وكذا، خليني رايد. انت ليه ذا؟ والله ليه؟ هيك تشوف نهار كامل يهز ورقة جيب ورقة خرج سلعة من الديوانة حتى الرستوران بالتليفون نمشي. مش وعدتني باش تجربني، عطيني توسي بالحق، جربني بالقدا. هو شريك الطيران الجديد تخيبني من قداش؟
لا قلت لك ألف مرة لا. أنت الباك ما عندكش باش تجاري طيارجية؟ إيه خي حكيت شهيدة يوم يخدموا معنا شهيدة مع بين قف وركمش أنا واقف لهم إلا ما يدخلونا في حيط وإحنا لوش نبعدوا البعيد. أنت عارفي وحالك كيف حال وهك بلاد كاملة تدورها في صبعك الصغير. شنو هو كمال تقارن في روحك بي أنا؟ ها اسمع ننبه عليك ريتها تونس الكل فيها عربي واحد عربي واحد مش اثنين. باهي 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 سامحني غير شي أنا طامع فيك وكهو طامع تجربني مرة هكا في دوسي بالحق تجربني انت مش خاسر والله نخدمك بعينيا. تحب دوسي؟ دوسي دوسي تجيب لنا نورة نهار السبت في فيلة الحمامات تسهر معنا شوية. نورة ايه نورة تعبة شوية تبيني ونسلك على نورة واللي تقول لي تعبة مريضة كذا تطلعش كاتب عليها صداق هكا وماش تحب تخرجها تخدم البرة ترى حتى كان هكا انا بشد عليك خليني اشوف لك طفلة اخرى. لا تعرفني نبدا شيخ ومتمان وقت اللي نورة تبدا تشبرش في السهرية. والله يلا غالب نورة مريضة وحتى ما تنجمش تقف. شو عندها؟ تبي نعرف العزيه انا هي بي جيبها نهار السبت تو نحكي معها شوية وكان هكا تو نعيط لها لطبيب يشوفها. طبيبة باهي ان شاء الله الله يبارك هاي تصبح على خير. ليلتك زين عرفي طفي الضوء. ماكش باش تقوم تتعشى؟ نادي يا بربي قوم ما تزيدش تحسسني بالذنب. ما بيه سامحني نوعدك اول مره واخر مره. نادية قوم مامان ما تخلينيش تعشى وحدي. زيد جبت بيتزا بنينة على الاخر. اخرجوا طفي الضوء عينيا توجع فيا. يا رشيد بالسياسة ما يجيش راهو الحديث هكا. كيفاش يجي الحديث من هاي السياسة ما تفهمهاش هيا ما شاورتني قلت لها لا أفا ولا تحب تشوفني ذليل. أنا بعض الناس أنا فاهمك راهو على خاطر حتى سقك على كرومتي وأنا إنسان ما في حاليش وما نجمش نقيم بيك أنت وأنت كنت ساكنك في الدار. كل مرة تطلع لي بطلعة أشوى من اللي قبلها. شوف يا بنت أمي هاو من الأخر تستحق الحاجة إجاني أنا مستعد مستعد ناكل على خاطرك التراب أما هذه خطبة لوتين لا. صباح الخير سلمى ما تخش علي. صباح الخير صباح الخير سلمى. رابح أنا مروح قلبي غم علي بشيشة ما تطولش. الله يبارك عارفك أصبح على خير. على خير. Thank you.
زادة عمتي سلمي. قوم نروح. مانيش مروح، ثنية تعرف صبري قلت لك قوم. عمتي خليه شوية بحذانه تو نروح بيه أنا. لا أمي أخرج وسكر الباب وراك. سيقي سيقك. صبري أمي ما تخلينيش نسي حالي قدام الولاد. برا امشي روح. ولي تشرب صبري؟ سكت لك على السواكر مش تعلمني صنعة جديدة؟ ابعد يا ساعة دي. برا امشي روح. وكيف ما روحش مش عندك تعملي تضربني؟ هاك باش تولي لي فرج الثاني. انت كاينه خدمة لقدمة السيجار والطاسة والفرنك اللي نصوروا يفكولي ونحلفوا مين ناكل على راسي. نشكون باش تطلع ما هو البوك بابا. ايه واذا مش عاجبك اتو نخلط عليه نهج ونخليه لك واسعه وعريضه. خليني رايد خليني رايد خير ما تطلع لي الكلبه بنت الكلب في راسي ونحرق. خلي اختي ما عادش تشوفها. باسبورات والوراق اللازمة الكلها وصلوا. هاي ليلتك زينة. توقع تكمل كيسك. يق شنو يخبر نورة؟ اش بيكم الليلة الكل تفكرتوا نورة؟ شكون الكل شكون ياخد ذكر؟ عارفي عارف يسلني عليها سي العربي. عندي عارف آخر غيره. أيوة مين يعرفها شنو هو بالضبط؟ ايه ايه ميمشيش مخك لبعيد هكا كي تبدأ عنده سهرية ولا حاجة نهزها تقفله على كل شيء. وش تعم بالضبط باش ليه؟ يا ودي ذيك هو ما فهم حتى شيء آخر. مش بك قلقت انت يا عماد توا تتصور سي العربي ولا ضيوفي باش يغزروا النورة وزيد كان متقلق من الشيء اللي صار لهنا. نورة بيرها غارق. شوف خويا العزيز انت تعرفني مليح وتعرف علاقتي وقدري مع سي العرب. شي ما يخرج من هنا حياتي الخاصة ما نحب حتى حد يعرفها. من قلت لك تهنا اللي صار هنا مات هنا. مالكي هكا قولها تعدى تطل علي. والله كان قبلت ما عندها مدة ما طلتش مسكرة تليفونها حتى كي سلت صاحبتها قالت لي مسافرت لتركيا ولا والله ما نعرف شنيا شد سديتها من بين الكل. يدي تو كلام هذا. شوف ما تنساش لي انا نخدم في الريستوران تاع سي العربي وغادي ما تجينا كان القطعه وقتها خليها علي. حبيت تحكي مع نوره. خير من نوره في كل شيء. اما حاجه برك الحكايه هذه تقعد ما بيناتنا لو كان يشلق سي العربي والله يذبحني. تهنى هذا كلام راجل راني معك انا وربي الكريم. الحكايات هذوما متخلت فيهم كان معاك خاطر نعرفك وحدك ما تنجمش تتحرك خدمتك حساسة وتخاف على روحك وعندك الحق. وانتي كما جيت ثقة ولد فاميليا وتحفونك يا رجال ما نقصدكش. تفهمنا. هاي تصبح على خير وان شاء الله ما نطاش عليك وخير من نورة زادة.